الملفات المهمة اللي دايما بنحب نتكلم فيها مع حضراتكم لأنها بتهم المواطن المصري، ملف المرور زي ملف المحليات زي ملف الصحة، الحاجات اللي يعني بتلمس طبعا الأسعار والكلام دي وكل ما يهم المواطن المصري. لكن خلونا نتكلم مع حضراتكم ان المرور مش بس قائد السيارة، المرور المواطن المترجل برضو فيه سلوكيات، يعدي منين ويعدي ازاي ويلتزم بايه. انا ساعات يا جماعه بشوف كباري معموله وفيها سلالم كهربائيه، زي ما احنا بنتكلم برضو على بعض الكباري اللي محتاجه صيانه، لا في كباري في بعض المناطق معموله على اعلى مستوى، ولا زال البعض يصر على يعدي من شارع 6-7 حارات ويعرض نفسه وغيره واللي سايق واللي جنبه للخطر. نضيف على كده بقى اللي احنا قلناه، المواكب بتاعه الافراح اللي عكس اتجاه، المكالمات اللي بتحصل اثناء الوشات اللي بيحصل في كل الكلام ده كله. خلونا ناكد على ان كل هذه المخالفات هنحطها النهارده مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في الاستوديو، سياده اللواء ايمن الضبع، استشاري تخطيط هندسه المرور وخبير السلامه المروريه. سياده اللواء اهلا بيك. اهلا بسيادتك والساده المشاهدين، اهلا بكم. معلش انا قلت مقدمه طويله، انا عارف ان هو ملف متخم وحضرتك يعني خبير كبير في هذا الملف، خليني ابتدي مع سيادتك في هذا الموضوع. أبرز المخالفات بخبرة سيادتك في هذا الموضوع اللي بتهدد أمن وسلامة المواطن سواء القائد سيارة أو المترجل أو المشالف الشارع؟ أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا احنا عندنا مثلث كده بيمثل مثلث الخطورة ومسببات الحوادث، وهي المركبة والطريق والعنصر البشري. العنصر البشري هو بيتفوق طبعا على باقي العناصر، يتجاوز 86% من أسباب المصدمات بترجع للعنصر البشري. العنصر البشري اللي هو قائد السيارة، بس مش بس قائد السيارة، قائد السيارة والمشاة، الركاب، رجال المرور، يعني سلسلة ضخمة من مستخدمي الطرق اللي هو بيدخلوا تحت بند العنصر البشري. تمام. طيب إيه أخطر وأهم مخالفات العنصر البشري اللي بتمثل خطورة على الطريق، خطورة حقيقية؟ نلاقي السرعة بتتفوق، بتأتي في المرتبة الأولى متفردة، تجاوز السرعة المقررة. بدأت تظهر مؤخرا الانشغال بغير الطريق، اللي أهمها استخدام الهاتف المحمول. الهاتف المحمول ده يمكن في دراسات، مش مكالمات، ده شات. لا ده استخدام دلوقتي بقى الاستخدام متنوع. استخدام الهاتف المحمول بيشغل المخ. كان في دراسات كتير معموله في المجال ده، كان لسه في دراسه معموله في جامعه اوتاوا في كندا بتتكلم عن انشغاليه المخ بالحديث في الهاتف المحمول. المشكله ان الهاتف المحمول لما بتتكلم فيه المتحكم في هذا الحديث جزء في المخ اسمه القشره المخيه، الحديث في الهاتف المحمول بيشغلها وبيشغل قدر كبير منها، فالمخ عشان يستوعب المجريات بيبدأ يعمل حاجات، يعني أهمها أنه بيقفل زاوية الرؤية، ودي كانت الحاجة الخطيرة. يعني كتر الكلام يأثر على زاوية الرؤية يا سيادة اللواء؟ بيقفل زاوية الرؤية، عشان كده تلاقي اللي بيتكلم في المحمول أنت تحس لو ماشي وراها بيتكلم في المحمول تلاقيه بيمشي في الطريق بيد صح كده، بيعوم في الطريق، بيعوم وساعات ياخد الشمال ويهدي. ايوه، هو العوم ده بقى هو بيقفل زاويه الرؤيه، المخ عشان يستوعب المجريات انشغل جزء كبير من القشره المخيه، ده يقفل زاويه الرؤيه. قفل زاويه الرؤيه دي بيخليه يعوم في الطريق. بالاضافه ان رد الفعل بينخفض بمقدار 18%. 18% انخفاض في رد الفعل ده وقت كبير جدا. استجابته للأحداث ومجريات الأمور في الطريق، أي حاجات فجائية ودي واردة. طبعا. طب خلينا سيادة اللواء أكد برضو حتى اللي مش ماسكه في إيده، يعني ده برضو بيحصل مع اللي مركب سماعة أو بيتكلم من السبيكر بتاع العربية أو السماعة. ما هي العبرة ليست بانشغال اليد. يعني في ناس بيستخدموا الكاركت بقى ويستخدم لكن هي العبرة بانشغالية الدماغ، يعني المخ بينشغل. يمكن يعني تم تشبيه اللي بيتكلم في المحمول تأثير المخ عنده زي تأثير التعاطي لواحد اللي بيتعاطى أو بيشرب مسكرات، بتصل إلى هذه الدرجة في رد الفعل، بتصل في زاوية الرؤية، بتصل في ردود الأفعال. دي إشكالية خطيرة جدا. وأنا بربي إخواتنا الشباب، للأسف بقت عادة، يعني عادة أنا بشوفها في الطريق، بنزعج جدا يعني اللي الشباب ما بقوش يتكلموا بقى، ده بقوا شات ويحكي ويكتب. كان في حادثه يعني
احد الشباب الجامعي يعني، وعلى احد الطرق جاله بيعمل بيرد على حد شاد، دخل في سياره نقل متوقفه على الطريق، وللاسف حصل له شلل رباعي قطع في الحبل الشوكي، وبقى عنده شلل رباعي. ان هو بس ما الشات الحادث محتاج قد ايه؟ اه طبعا لحظات بسيطه جدا. والموضوع يقول حضرتك انها بتتكرر، اكيد حضرتك بتشوفها في وسط المدينه وفي الطرق السريعه، يعني هي اصبحت كل الناس يعني الحته دي مش مدينها اهميه ست، لو استخدام التليفون سواء مكالمه او شات. والله على كل في كل الاماكن ومع كل الناس، وبقت حاجه شائعه بشكل سواء الميكروباص تلاقي سواء الميكروباص سايق العربيه بيتكلم مع اللي جنبه، بيتكلم في المحمول، بيحاسب الناس، وبيمسك كوبايه شاي، وماسك كوبايه شاي، وماسك سيجاره. انت بقى يعني سوبر هيرو يعني انك تعمل ده كله. دول مالهم ده؟ دول والنتيجه في لحظه بتروح بتلاقي حادثه وبيروح فيها ضحايا كتير ومشكله كبيره. دي تواجه ازاي يعني؟ دي كارثه لوحديها. يعني تواجه تشريعات، في تشريعات عندنا، وانا بدعي ان التشريعات اللي موجوده عندنا هي من تشريعات شديده يعني. الناس بس معانا كتير يقول لك ما تغلظوا العقوبات، لا، تغليظ العقوبه احيانا تغليظ العقوبات بيعطلها. يعني احنا شفنا قوانين دول كثيره جدا، وشفنا وسافرنا عندنا يعني احنا من اشد الدول واغلظها في العقوبات، يعني تلاقي معظم العقوبات عندنا فيها حبس، ومن اكثر الدول في المخالفات، ومن اكثر الدول في المخالفات. المعادله الصعبه. يبقى اذا المخالفه وتشديد احيانا تغليظ العقوبه اكثر من لازم بيعطلها خالص. القاضي بيقع امام اشكاليه انه يحكم على حد، يعني السير عكس الاتجاه، والقياده تحت تاثير مخدر او مسكر يوصل لحبس، حبس وجوبي فيها. يعني ما فيهاش غرامه، ما فيهاش غرامه، معظم المخالفات فيها الغرامه والحبس او احد هاتين العقوبتين. مخالفتين دولت ما فيهمش غرامه، فيهم حبس بس. فالقاضي طبعا يعني بيقع في اشكاليه عشان يحكم على واحد في سير عكس الاتجاه، رغم يعني هذا الفعل الخطير، ولكن انك تحكم عليه بسنه حبس وتضيع مستقبله وتبقى عنده سابقه اولى، عمليه اشكاليه كبيره يعني. تمام ست، لو خليني برضو اروح مع حضرتك لنقطه تانية، مواكب الافراح كانت ظاهرة بدأت منذ سنوات وانتشرت، يعني احنا سمعنا حادثة في الأقصر، هنا بنشوفها على 6 أكتوبر، في صلاح سالم، في شوارع كبيرة، في مصر الجديدة، في المهندسين، في كوبري 15 مايو، وكأنه معلش عفوا يعني في المصطلح أنا أقوله نوع من فرض البلطجة في الشارع المصري بالعافية، أنت مجبر أنك تهدي عشان ده موكب فرح. أنا مش عارف برضو، أنا ممكن يكون المناطق دي مفيش حد من الخدمات المرورية موجود فيها بحكم أن هم متحركين، أو في هم الحتة اللي اختاروها مفيش حد من السادة الضباط أو الأمنة، ولكن أصبحت كارثة في الشارع المصري. دي إشكالية اجتماعية كبيرة جدا، ويمكن كانت بدأت تقل فترة وبعدين بدأت تزيد بشكل جديد. والمشرع في قانون، تعال نشوف تشريعاتها كده، المشرع في قانون مروح حط لها كذا كذا عقوبة وكذا مادة لتجريمها. يعني عندنا ركوب يعني افراد على الاجزاء الخارجيه للسياره دي ليه عقوبه. استخدام اله التنبيه في غير الغرض المخصص دي عقوبه. استخدام مركبه في غير الغرض المخصص دي عقوبه. صحيح. استخدام المواكب السياره في مواكب على الطرق بدون تصريح، ما هي المواكب ليها عقوبه. تعطيل حركه المرور ليها عقوبه. شوف انت عندك كم يعني جريمه مروريه، الجريمه دي او هذه المخالفه تحتوي على 5-6 جرائم او مخالفات بالظبط، وكل واحده ليها عقوبه، في بعضها فيها الحبس. يعني تعطيل حركه المرور، لا في يوميا في ناس، بس خد بالك من الاشكاليه دي برضو، هم اذكياء برضو بينقوا حتت كده، ايه يقول لك ما بين لجنه ولجنه، ما بين الناحيه المجتمعيه برضو ناس في فرح وبتاع، وتلاقي نفسك هتوقف وتوقف الفرح كله. هاي عملية يعني ما تستهونش بيها. فرح فيه 50 عربية وواحد وبيعملوا كده، وانت مطلوب منك كظابط توقف الخمسين عربية بالناس اللي فيهم، بالعريس بالعروسة، اشكالية كبيرة يعني مش سهلة في العرف. فدي محتاجة طبعا كثير من التوعية برضو. بس هل التوعية بتبقى مجدية؟ ما احنا بنوعي، ما الاعلام بيوعي، وحضراتكم بتوعوا في المرور وكله، بس التوعية بتذهب. والله يعني انا شايف هذه التوعيه يعني مش كافيه خالص، لا محتاجين توعيه مظبوطه، توعيه للاولاد في المدارس، توعيه في الجامعات، توعيه في المساجد، توعيه في الكنائس، توعيه في دور العباده، توعيه في البرامج في التلفزيون،
على طول يوميا على منصات تنويه التواصل صغير كده على منصات ده التواصل اللي عنده فتحه سقف بيطلع ابنه منها والولد بيطلع لحد وسطه. يعني ده لو ضرب فرمله فجاه الولد ممكن يطير. اللي ما عندوش فتحه سقف بقى بيعمل ايه؟ بيقعدهم او بيطلع برضو نص الولد من الشباك هنا وهنا. طب انت مش خايف ان هو يطير من الفرمله؟ مش خايف ان تعدي عربيه جنبك؟ الواد يعني برضو حتى هو مستغني عن عياله. يعني من ضمن الثقافه للأسف ينقلب المناسبة السعيدة والفرح في لحظة بتنقلب إلى مأتم وإشكالية كبيرة جدا. وأنا بقولش للناس جميعا يعني إخواتنا جميعا من فضلكم تجين تفرحوا، مفيش داعي للخروج خارج يعني في حاجات اللي مفيهاش أمان خارج إطار الأمان. نخلي بالنا من ده لأن احنا بنشوف يوميا يوميا ويمكن وسائل الإعلام بتوضح للناس كتير من هذه المظاهر. في ثانية الموضوع بيتقلب، بدل ما انتوا رايحين تفرحوا وتنبسطوا زي زمان كانت العاده اطلاق النيران في الافراح وتلاقي في وتلاقي حد تلاقي ناس تتوفى كتير فيه. فنرجو ان احنا نبتهج ونفرح ونسعد ولكن بدون غير مشاهد دراميه. يعني مش عايزين في نهايه اليوم يقلب الموضوع بشكل ماساه. وكل يوم بنشوف يعني تلاقي في فرح وفي زفه عروسه وعربيه انقلبت وعربيه وقعت في مصرف مجرى مائي ايه ده؟ ليه كده بس؟ ليه يعني ليه ما نفرحش في اطار من السلامه يعني؟ هي دي فكر حضرتك ان اللي بيمشي بعربيه عكس الاتجاه. يعني معلش انا هسال السؤال ده يعني هسمع اجابه سريعه واستطرد في الباقي. اللي بيمشي عكس الاتجاه ده عارف بنسبه كام في الميه ان هو عكس الاتجاه؟ انا عايز اعرف يعني بخبره حضرتك عشان اكمل بقيه السؤال. الغالبيه بتبقى عارفه. بتبقى عارفه طبعا. طبعا يعرض حياه الاخرين، حياته هو مستغني عن نفسه للخطر. لماذا لا يتم ده يعني مع مثلا سحب الرخصة لفترة جامدة؟ مع يعني احنا اصبح في شوارع عكس الاتجاه فيها اصبح سمة. يمكن حضرتك برضو يمكن لما جيت عندنا في الطريق هنا لحد هنا شوف الدولة عاملة طرق ايه وطورت المنطقة هنا قد ايه، ولا زال البعض يتقن، ومش هنا بس ده في شوارع كتير وفي مناطق راقية وغير راقية. وحاجة من الاتنين يعني يبتسم لك ابتسامة صفراء يا إما يتطور، نعمل معهم إيه دول يا ساتر؟ أنا عايز أقول لحضرتك بتقول حضرتك نسحب الرخصة، لا هذا القانون بيقول حبس وجوبي فيها ما فيهاش غرامة. سير عكس أنا عايز أوضحها دي كويس جدا. في 2014 كان حصل حادثة كبيرة جدا على طريق القاهرة اسكندرية الزراعي ونتج عنه رأي عام شديد جدا وتم تغليظ عقوبة وتغيير القانون فيها وصلت إلى الحبس. كانت غرامة وحبس بقت الحبس فقط. يعني القاضي لما تعرض عليه هذه القضية إما يدي براءة ويدي حبس، ما فيهاش غرامة ما فيهاش وسط. لو اتكيفت بهذا الشكل اللي هو السير عكس الاتجاه هي وأيضا القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، دول جريمتين كبار جدا على الطرق وشباب كتير راحوا ضحايا هذه الحوادث. ناس كتير يعني. طيب هل بيتم ضبط المرور بيضبط يوميا؟ كتير مئات بيضبطوا يوميا السير عكس الاتجاه. الإشكالية الحقيقية إن القاضي ما بيقدرش يحكم بهذا الحكم. ليه؟ لأن الحكم ده هتبقى سابقة أولى. يعني واحد طالب جامعي وضبطته عكس الاتجاه هيتحكم عليه تبقى سابقة أولى، سابقة أولى يعني هتدمر مستقبله حياته هتلخبط حياته كلها. ما هو لازم عشان كده احنا في 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 في, في فلسفة قانون المرور الجديد اللي تم وضعه يعني بمعرفة واقتراحه بمعرفة وزارة الداخلية الموضوع يبقى فيه تدرج. اذا ضبط مره وتاني مره تبقى العقوبه اشد زي فكره العود. ايوه العود زي فكره جاي. العود لكن تعال نتكلم بصراحه يعني انت قلت لي حضرتك في ناس كتير يعني عارف ان هو بيرتكب مخالفه سير عكس الغالبيه بتبقى عارفه انها عكس الاتجاه لكن في قله مش موجوده مش عارفه انها عكس الاتجاه. ده يمكن لا يتجاوزوا 5% بتبقى موجود يعني لكن الشارع موجود. ما وضحش او بيسمح للاتجاهين بس كده نسبه قليله. لكن اغلبيه لكن هل الداخليه بتضبط يضبط يوميا بيتم ضبط والناس بيزعلوا على فكره كل يوم انا بشوف شكاوى على وناس بيكلموني العربيه بتاعتنا اللي هم ماشيين عكس الاتجاه ماسك عكس ايوه ده للاسف ده هم انا اسف يعني لا ده هم حاسين ان ده يعني مور على حقهم لا طبعا ده بتهدد حياتي ده بيتم اللي بيمشي عكس الاتجاه دلوقتي بيتم ضبطه واحتجاز السياره وعمل محضر وعرضه على النيابه والنيابه تحيله للقضاء عرضه على النيابه محبوس بيتعرض على النيابه يعني انتوا يعني الموضوع مش هزار انا فاهم ده ويوميا بيتم عرض حلقه احتجاز السياره ويتعرض على النيابه
ويقعد يجري بقى هو انت كنت ماشي عكس الاتجاه. انت كنت ماشي عكس الاتجاه. ايه خطوره السير عكس الاتجاه؟ السير عكس الاتجاه في حاجه اسمها سرعه الاقتراب بين السيارات. المسافات الامنه. لا الاقتراب يعني العربيات وهي ماشيه كده لو انت ماشي في نفس الاتجاه سرعه الاقتراب بتاعتكم بتبقى حسب سرعه واحده بالنسبه للثانيه. طب لو ماشيين عكس الاتجاه سرعه الاقتراب هي مجموع سرعه العربيتين. كده دخلنا بقى في ديناميكا واستاتيكا لا يعني لو دي ماشيه ب 50 ودي ماشيه ب 40 وماشيين ورا بعض سرعه الاقتراب 10 كيلو اللي هي 50 ناقص 40 صح؟ 10 كيلو. لكن لو ماشيين عكس الاتجاه 50 و40 بقت سرعه الاقتراب 90 كيلو. تخيل نسبه حدوث الكارثه عاليه جدا جدا. ما تلحقش تتصرف. الحاجه الثانيه لو حصل تصادم التصادم بيبقى عنيف لان سرعه التصادم بتبقى مرتفعه جدا. طبعا واخد سرعته. النتيجه في عكس الاتجاه دي يعني ومشكله لما يعني انا قريب كان اثناء الدراسه يعني في يوم في شبوره في احد الطرق يعني اتوبيس مدارس ماشي عكس الاتجاه ومعاه اطفال وماشي عكس الاتجاه وبسرعه كبيره جدا يعني وفي يوم شبوره يعني يمكن انا يعني خدت اجراء معاه يعني لكن لازم يبقى عندنا جزء تنويري جزء توعوي في حته هنا سياده اللواء واعذرني المقاطعه احنا يعني كمواطنين لو احنا في الشارع كذا مواطن ولقى واحد ماشي عكس اتجاه ممكن ياخدوا انا مش قصدي طبعا هو ملوش سلطه ضبطيه قضائيه ولكن يقدر يساعد الشرطه انه يستدعي يوقفوه ولا ده برضه مش من حقهم؟ والله بص احنا ما تقدرش تقول تخلي مواطن يعمل هذا الاجراء في الشارع انه ممكن يعرض نفسه واحنا شفنا وقائع بيوقع عربيه مش عارف بتعمل ايه فتيجي عربيه ثانيه تصدمها عشان تقوم باستيقافها. لا الفعل ده فعل خطر وبيعرضك لخطوره شديده. ممكن هو يكون مستبيع. ممكن مستبيع ويحصل مشكله يعني. لكن انت عليك بلغ. اتصل بالنجده اتصل لو صورت عكس الاتجاه صوره وابعته على الموقع موقع المرور بيستقبل ده وبيتم التحقيق واكم من 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 مخالفات كبيره تم ضبطها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بتوصل على طول على موقع الوزاره بيتم اتخاذ اجراءات فانت ما تعرضش نفسك لهذه الخطوره للاحتكاك وانما صور وثق وابعت تمام وفي جهات الجهات المختصه هتقوم باجراءها يعني تمام. هل حضرتك شايف ان المشاة احنا بنتكلم على كلها مخالفات القائدين هل شايف حضرتك ان في خلل عند المشاة في الشارع محتاج ان هو يتظبط بدرجه ما؟ انت جايب حته صعبه قوي. موضوع المشاة ده حاجه كارثيه هنا في مصر. يعني احنا لما بنطلع نعرض في مؤتمرات بره نسب الحوادث وكده بنلاقي عندنا نسبه المشاه نسبه مرتفعه جدا مش عايز اقول الرقم بالظبط لكن نسبه مرتفعه مقارنه في دول بتبقى نسبه المشاه عندهم تكاد تقترب من الصفر. المفروض المشاه اللي في الشارع دولت ما هم مش راكبين وسيله مواصلات ماشي في الشارع ماشي على الرصيف او بيعدي في التوقيت بتاعه المفروض ما يحصلوش هيبقى في امان. لكن لما تبقى النسبه عندنا مرتفعه بشكل مبالغ فيه جدا عمليه لازم تستوقفنا جميعا. ايه السبب ده؟ دولة بتعمل كباري وانفاق وتلاقي الناس جنب الكوبري على بعد 50 متر من الكوبري بيعدوا من الطريق. احيانا بيتم انشاء الكباري دي مش مناسبه برضو للناس لازم نخلي بالنا نعمل الكباري مناسبه للناس. عندنا مشاكل في الناس عندهم مشاكل في الركب ومشاكل في الصعود راعي ده التباعد بين الكباري لازم يبقى على مسافه مقبوله. وانا هنا برضو مش لازم الدوله اللي تقوم بانشاء كل الكباري يعني والانفاق لان انت لو احتجت مع المدني القطاع الخاص لازم القطاع الخاص كنوع من المشاركه المجتمعيه. واحد عنده جامعه على طريق ما تساهم بيجي له ناس وبيطلع من عنده طلبه او مستشفى على طريق او مستشفى او مول او او او, أو حمايه للناس اللي بيجوا عندك دولت لازم تعمل نفق او كوبري للمشاه عشان يعدوا الطريق ودي نوع من المشاركة وبتنخصم بالنسبه لهم من الضرائب ليها قصه كده. لكن مهم ان يبقى في مشاركه مجتمعيه. بل انا بطالب انها تبقى الزاميه في حاجه اسمها دراسه المرور للمنشات احد اجزائها انه يوفر حمايه للناس المرتدين لهذا المكان. يبقى في قبل ما تاخد الرخصه روح اعمل الكيان اللي عايز تعمله واكسب وربنا يبارك لك بس ادي للمواطن حقه ودي لمستخدمي الطرق حقها ودي لمرتدين هذا المكان حقهم. اعمل لهم كباري اعمل لهم انفاق اعمل لهم باركينج مواقف ده حاجه. الحاجه الثانيه برضو نرجع للتوعيه. ما هو احيانا بتبقى الكباري موجوده والمنشات وتلاقي الناس اشاره المرور مفتوحه للسيارات والناس معديين كباري موجوده والناس معديه
لو بيعدي وما بيبصش يعني قائد سارة هو اللي يتفاداه ما بيبصلناش. انت عارف ان دي في كتير من الدول عملية الناس ما بتخيلهاش ان واحد يعدي طريق متعدد الحارات والإشارة أو ما فيش إشارة أو مكان أو من أي مكان اطلع حضرتك على الطريق الدايري، دايري طريق متعدد الحارات واتجاهين وقصة كبيرة يعني، وتلاقي الناس ليهم بيوت ينزلوا على الدايري ويعدوا الطريق على الدايري ويشق حتة يبوظ السور اللي معمول ويجيب سلم يعمله. ممكن أقول حضرتك حاجة هنا قريبة مننا كده يعمل يعني سلم مخصوص عند الحداد، مش عايز أقول ظاهرة ولكن يعني منتشرة جدا. عادي طريق متعدد الحارات في الاتجاهين وفي الاخر السواق المفتري اللي ملتزم من وجهه نظره هو يعني اللي ملتزم بسرعته على الدائري فجاه لقى واحد قدامه فموته، فالسواق مفتري في ان السواق مفيش خطا عليه. وخد بال حضرتك هو السواق ده بياخد براءه يعني سواق ماشي على السرعه القصوى بتاعته وماشي لا انا بقول لك كمان للي اصيب او توفاه الله في الطريق في نهر الطريق والسواق ما كانش عنده خطا انت كده كمان ضع حقك في اي حاجه وضع حق اسرتك وضع حق اهلك يعني. ف طب دي هل بالقانون بس تتحل ولا عشان كده انا دايما بركز قبل ما نقول العقوبه والمخالفه وكده في شق خاص بالتوعيه، الوعي المروري، الوعي بالسلامه بتبدا من الاطفال والحضانه والمدرسه والجامعه والاعلام والتوعيه. لازم عندنا مشروع تنويري خاص بالوعي المروري، مادة فيها ماده الوعي دي كل بكل بقى والمحليات وكل ما يعني. وموجوده التجارب دي الجود مودلز دي موجوده في دول كتير بيعملوا كده نقدر نستعين بيها ونطورها طبعا. وعندنا احنا يعني خبراء كتير في الموضوع ده هو بيطلعوا بينشروا هذا بره فتعالوا بس دي محتاجه يعني محتاجه جهد بقى وتنظيم وعشان يحدث. احنا بنعمل حملات توصل لاقي حمله اعلاميه او توعيه لمده شهر عن حزام الامان والشهر ينتهي وخلاص الموضوع خلاص او الناس حاطه منظر ما عرفش ان هو بيحمي حياته. احنا عايزين حاجه تستمر كل يوم دقيقتين على كل القنوات بنتكلم عن كذا وبكره بنتكلم. خلي الناس يتكلموا في الموضوع ده يعرفوا الموضوع ده. عالم الاولاد عندك ولادك بتوديهم المدرسه روح حقق معاهم الرحله المروريه الرحله للمدرسه يعني روح معاهم الرحله المسافه اللي بيروحوها سواء مشي او بالاتوبيس او في عربيه او وعرفوا مواطن الخطوره على الطريق يعدي ازاي يقف اشارات المرور يعدي منين ما يعديش من اي مكان في الشارع يبص وهو معدي يمين وشمال لو اتجاهين عرفوا مواطن الخطوره وازاي يحلها. الموضوع ده مش اللي انا بتكلم فيه ده حاجه مش سهله عشان تغير سلوك دولة وناس ثقافة ينتج عنها سلوك فاحنا محتاجين تغيير الثقافة عشان بالظبط عملية مش سهلة لكن انا عندي امل وارادة ان ده يتم ويتنفذ لان المقابل مكلف وغالي جدا وهو دماء المصريين والخسائر للجميع للمجتمع وللدولة وللأسرة وللمواطن. اقول لحضرتك على حاجة اتفضل. أزمة المرور دي في دراسة عملناها في المجلس القومي للطرق والنقل والمرور في أكاديمية البحث العلمي عن خسائر أزمة المرور في مصر يعني. الدراسة قسمت الخسائر بتاعت أزمة المرور والنقل لشقين، شق مباشر وغير مباشر. الشق المباشر وهو الحوادث وإهدار الوقت واستهلاك الوقود وتلوث بيئي، دولت الخسائر المباشرة. شوف الأرقام بتقول إيه بقى. صدمات الطرق تكلف مصر سنوياً 67 مليار جنيه في السنة. إهدار الوقت 84 مليار جنيه في السنة زائد 67 مليار زائد 67 زائد 23 مليار جنيه استهلاك وقود زائد ميزانية الدولة اللي حضرتك بتقولها دي يا ساتر. لا استنى بقى دي الخسائر المباشرة 167 يمكن مليار جنيه في السنة زائد تكلفة الغير مباشرة بقى اللي هي الفرص الضائعة على مصر والكلفة الزائدة والاستثمار و دي كلها اتجمعت واتسمت الفرص الضائعة دي 250 مليار جنيه يعني 427 تقريبا 427 مليار جنيه في السنة بتخسرهم الدولة المصرية الخزانة المصرية بسبب أزمة المرور والنقل. مشكلة كبيرة في تريليون يعني. خليني برضو أؤكد مع حضرتك يعني إحنا عندنا أمل كبير إن مع التكلفات الوزارية الجديدة عندنا النهاردة وزارة التنمية المحلية الوزيرة منال عوض مع سيادة اللواء وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مع تكلفات الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس والنيابة العامة ومجهودها ومتابعتها للسوشيال ميديا فإحنا منتظرين في ظل هذه التوجهات إن إحنا نشوف مشهد مختلف في الشارع المصري. محتاج شغل من جهات عديدة ما أقدرش ألقي اللوم على التنمية المحلية لوحديها ولا المرور ولا النيابة هي زائد برضو بقية المؤسسات مشروع. والله انا متفائل ان شاء الله ان يعني انا شايف
خطوات كبيرة جدا بتنجز في مصر هذه الفترة. أولها المشروع القومي للطرق. المشروع القومي للطرق انخفضت فيه عدد الحوادث بمقدار 40%. هذا المشروع 7200 كيلو انخفضت الحوادث بمقدار 40%. وزارة الداخلية بتتمدد بشكل كبير في رصد المخالفات، وكان الناس بيتضايقوا من ده لكن ده صح، يعني مخالفات السرعة وحزام الأمان والهاتف المحمول. لكن محتاجين بقى شق توعوي، وأنا بدعو يمكن جه في دماغي دلوقتي سيد وزير الشباب والرياضة. وزير الشباب والرياضة يعني بما له من سلطة، وطبعا بنهنيه طبعا بمناسبة تجديد الثقة القيادة السياسية في سيادته. الشباب هم الأكثر عرضة للحوادث، فأعتقد أنه مهم يبقى عندنا وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة تبقى عندها برامج خاصة بالوعي والسلامة المرية، وتنشر في الأندية والاستادات والنوادي وجميع وتبدأ تبقى مادة ترفيهية، مادة ألعاب خاصة بال، حتى زي ما تم الاستعانة مثلا بلاعبنا العالمي محمد صلاح في المخدرات، يتم استعانة بلاعبين آخرين في هذه الحملات وفنانين كبار وأنا شايف إن ده يتبناه وزارة الشباب والرياضة بما لها من وجود في وسط الوسط الشبابي، وإحنا المستهدف عندنا حماية أرواح هؤلاء الشباب. بدعو السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يا ريت يشوف هذا الموضوع ويتبناه. مش بيتأخر بصراحة من الوزارة، والله إحنا مستعدين يعني نشارك فيه بأي حاجة، يعني نبقى موجودين مع سيادته في أي حاجة يعني تخص هذا المجال، ويتعمل حاجات ممتدة ومتنوعة وتشمل الأجيال بالكامل يعني. تمام، ده بالنسبة للي هيهتموا بالكلام ده كله. أنا عندي فئتين تانيين بقى سيادة لو عايز أخدهم مع حضرتك كده يعني في نهاية الفقرة بتاعتنا، التكاتك والموتوسيكلات. أنا عارف إن التكاتك بعيدة عن المرور ولكنها عائق، والموتوسيكلات مش بقى ترخيصها عدم ترخيصها ولا كتير منه معلهوش لوحات معدنية ودي مصيبة لوحديها، الحصان اللي بيعملوا سواء في مواكب او مع بعض، وساعات كده يتفقوا 10 15 20 واحد وتلاقي وانت ماشي في الشارع، يعني الناس دي تتعامل معاها ازاي؟ انا بس عايز يعني حضرتك بتقول المرور ملوش دعوه بالتكاتك، لا مين قال كده؟ عشان مش مرخصه في المرور، انا عارف ان هي محليات، ده هو ما فيش مركبه اليه تمشي على الطريق الا بد تكون مرخصه، القانون بيقول كده، وخلاف ذلك دي مخالفه. بتاع توك توك بيرخص في وحده المرور؟ لا ما فيش تراخيص مثل التكاتك في المرور، لا في، ده يمكن مناطق اكتر من 300,000 توك توك مرخص في المرور، في المرور اداره المرور وحدات محليه لا 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 مرور وحدات المحليه، ده اجراء بيتم ليه هقول لحضرتك اوضح لحضرتك الموضوع ده ليه. تم في قانون ما كانش موجود هذه المركبه في قانون المرور، تم ادراكها لما بقت واقع موجود، تم ادراكها كمركبه اليه قابله للترخيص وليها رخصه قياده كمان اسمها رخصه قياده مركبه توك توك، وتم استحداث هذه الفقرات في قانون المرور، ده الكلام ده في 2008 مش دلوقتي. امال ليه بيكتب عليها تبع حي كذا او انا هقول لحضرتك المشكله فين، خلل فين بقى؟ المشكله طبعا تم عندنا عدد كبير جدا من مركبات التوك توك اكتر من اللي تستوعبه واكتر من اي حاجه، تم ايقاف استيراد التوك توك وبداوا يجبروا يعني اولا ما فيش اجبار على الترخيص لمركبه، لكن انت بتضبطها وتطبق عليها قانون انها مسيره بغير ترخيص. دلوقتي بقى بيتم ضبطها وغير مرخصه، ويتم مش هنطلع التوك توك ده غير اما تخلص اجراءات ترخيصك. بيرخص، بعد ما بيرخص بيتحدد له خط سير وتعريفه ركوب ولون، ليها بعض الضوابط كده بيضعها محافظ الاقليم، القانون قال كده. طيب. فالتوك توك بيلاقي نفسه مقيد في ده خط سير معين، هو عايز ينطلق كده، مش عايز محاسبة، مش عايز ضرائب، مش عايز مخالفات، مش عايز حاجة خالص، مش عايز يسير في هذا الإطار، فما بيرخصش التوك توك وبينطلق بهذا الشكل، وحتى لو كتب ترخيصه بقى عليه لوحة معدنية بيبعتها في البريد يسلمها استغناء عن الترخيص. يا خبر، وانت ما تقدرش تعمل يعني أبو الإخوة بتوع الموتوسيكلات اللي فاكرين نفسهم راكبين حصانة، نعمل معاهم إيه دول؟ وعادة بيبقوا برضه بتحس انهم مش في وعيهم، مش مركزين. انت عارف المشكله في الـ في الـ في الموتوسيكلات مش بس الحصان دي 1%، المشكله الكبيره بتوع الدليفري اللي هم بيسموهم الطيارين وعايز يعدي بيجروا بشكل كبير جدا، غرز وسط العربيات واللي عندهم التوقيت ليه كده بونص وحاجه بالشكل ده، وما بيلبسوش الخوذه، نسبه كبيره ما بتلبسش الخوذه وبيجروا بسرعه وحاطط صندوق ورا وكل يوم في يعني
انا بدعو بس الناس اللي بيركبوا الموتوسيكلات يروحوا كده الطوارئ في المستشفيات ويشوف كم اصابات وكم وفيات بسبب الموتوسيكلات دي. حاجه خطيره جدا. وعدم ارتداء الخوذه والجري، وطبعا غير الالعاب البهلوانيه. يا جماعه الطرق معدة ومخصصة للسير بأبان وسلام، وليست مخصصة الألعاب الفهلوانية والفلكلورية والاستعراض. دي لها أماكنها، وبعيدا عن الطرق عشان ما تأذيش نفسك وتأذي الآخرين. سيادة اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة المرورية، شرفتنا ونورتنا. هو ملف شائك لا ينتهي، ولكن دايما بنستفيد من خبرات حضراتكم معنا، وطبعا خصوصا خبرات حضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا دي كانت فقرتنا عن المرور بعد الفاصل. الغش في الثانوية العامة تربويا وثقافيا وتأثيراته على أولادنا والرسائل، وزي ما قلت لحضراتكم إجراءات صارمة بتزداد كل سنة من الوزارة بالتعاون مع الداخلية والنيابة العامة، ولكن مدار الغشاشين واللجان موجودة وبنسمع عن وقائع. خلونا نتكلم عن هذا الملف ولكن بعد الفاصل.